تحدثوا بالأمس عن حالة وقف إطلاق نار، يعني لو أنه نحن بنيسان كنا قلنا كذبت أول نيسان، بس المشكلة نحن بأول شباط، فمن التعديلات تبع السياسة الدولية أنه صار عندنا كذبت أول شباط، كان كذبت أول نيسان، هلأ كذبت أول شباط وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار شغلة لن تصدق، الغول والعنقاء والخل الوفي ووقف إطلاق النار، هدول المستحيلات، الغول والعنقاء والخل الوفي ووقف إطلاق النار، هدول المستحيلات. لن يقف إطلاق النار إلا بإسقاط هذا المجرم، هذا كلام نهائي، لا في صال في هذا الكلام. نؤكد للجميع أنهم عندما أعلنوا وقف إطلاق النار أتحفنا بكثير من صواريخ الفيلة وقذائف الدبابات والصواريخ، وقتل عدد كبير من الشهداء. أخي الكريم، عن أي وقف إطلاق نار تتكلم؟ لم تتوقف القذائف وصواريخ الفيل عن مدينة عربين لا قبل وقف إطلاق النار ولا بعد الإعلان الذي فقط سمعنا عنه بالإعلام. هذا النظام أخي الكريم لا يمكن أن يتوقف إلا أن وقفت العالم ووقف الأحرار مع هذا الشعب وأسقطوا هذا النظام وأزالوا هذا المجرم وقدموه إلى المحاكمة ليحاكم على جرائمه. وهذه أصوات القذائف ونحن نتكلم تنزل على المدنيين الآمنين في مدينة عربين وفي الغوطة عموما. يعني نحن سمعنا أنه باعتبار أنه ما عندنا كهرباء لحتى نشوف أخبار ولا أي وسائل اتصال باعتبارها مقطوعة عنا، سمعنا أنه قال في وقف إطلاق النار، بس والله عندنا ما وقف إطلاق النار بنا، يعني ما بنسمع، صرنا نشتهي ننام فوق، يعني مثل ما بيقولوا على طول متخبيين وحالتنا بالويل وميتين من الجوع وأطفالنا مرضانة وبرد وشتاء، ويعني وخليها لله، نسأل الله العافية. إطلاق النار صار عندنا نحن الشعب السوري مثل مسلسل باب الحارة، يعني طلعوا أول جزء تابعوا الناس، ثاني جزء، ثالث، بعدين الناس بلشت تمل، يعني بصراحة صار الأمر مكرر، وهو نفس الشيء يعني وقف إطلاق النار، صار يطلع إعلام من وفد يعني من الأمم المتحدة أو من إحدى الاجتماعات اللي بتكون في فيينا او جنيف او اسطانة، دائما بيطلع خبر انه في وقف اطلاق نار شامل، لازم تلتزم جميع الاطراف فورا. النظام يعني بيحطوا انه الوقف بده يبلش الساعه 12، تلاقي النظام الساعه 12 وقت توقيت القصف، بلش النظام قصف وضرب بيخترق في وقف اطلاق نار، وحتى انه مثل كانه عم يوجه رساله للغرب وللعالم كله انه انا ماني سائل على حدا. بصراحه الوضع عندنا كثير مأساوي، يعني النظام مانه رادد على حدا، النظام كل ماله عم يصعد بجرائمه، النظام كل ماله عم يقتل ويشرد ويهجر. اليوم نحن عندنا بعربين في عندنا 2500 عائله مشرده مهجره من اكثر من شهر، يعني النظام عمل حمله قصف شديده وعنيفه كثير كبيره على مدينه عربين، هجر فيها 4000 نسمه من بيوتهم. الله يجزيكم خير.